أخواتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث قليلا عن موقع النافذة الواحدة قبل الدخول إلى الخدمات الخاصة بالنافذة الواحدة. فكثير من الناس يسألون عن الأنشطة ورسوم الأنشطة وكذلك الموافقات. مثلا في أنشطة تحتاج موافقات وزارة الثقافة أو وزارة الصحة أو أيا كان نوع الموافقة، وكذلك هل الموافقة يجب أن تكون قبل إضافة النشاط أو بعد إضافة النشاط أو عند الرخصة؟ فهنا كل هذه الأمور موجودة على موقع النافذة الواحدة، هو أمر بسيط جدا. عند الدخول إلى الرئيسية بالنافذة الواحدة تجدون هنا البحث عن الأنشطة التجارية. فكل ما عليك لو لديك رقم النشاط أن تكتب رقم النشاط. فمثلا أنا لدي رقم النشاط الإنشاءات العامة والمقاولات. ف عند الضغط على النشاط سيعطيك صفحة ثانية يوجد فيها اسم النشاط، وصف النشاط، وكذلك الرسوم الخاصة بالنشاط. فهنا رسوم مجموعة نشاط بالسجل التجاري والغرفة 500، وبالنسبة للرخصة فالرسوم هي 1000. سنأخذ نشاط ثاني على الموقع، مثلا سنأخذ نشاط دعاية. ليس لدي الكود نشاط بس أكتب دعاية، الدعاية والإعلان. هنا عند الدعاية والإعلان كما تلاحظون أن النشاط قيمة النشاط 1000 ورسوم الغرفة 500 ونشاط الرخصة 1000 ريال. لكن هنا الموافقات المطلوبة، هنا يعطيك إن كانت الموافقة يجب أن تكون قبل أو بعد أو عند التجديد. فهنا قبل شطب النشاط على السجل التجاري يجب أخذ الموافقة من وزارة الثقافة. هنا يوجد شطب النشاط، وكذلك هل هو يدوي أو أوتوماتيكي. عند قبل تجديد السجل التجاري نفس الشيء، وعند إصدار السجل التجاري نفس الشيء. وهنا تلاحظون رسوم النشاط، مثلا عند التجديد 200 ريال، عند الإصدار 25000. فكما لاحظنا أن هناك الرسوم، وكذلك من خلال هذه الصفحة يمكن معرفة الإجراء الذي سيتم مثلا عند إضافة النشاط. نأخذ مثال مثلا ليموزين، نلاحظ أن قيمة النشاط 3000 مع الغرفة 500 أي 3500، وعلى الترخيص يأخذون 500. هنا قبل تجديد ترخيص، يعني هناك موافقة على الرخصة. والإدارة التي يؤخذ منها الترخيص، فهنا موافقة إدارة المرور، هنا نشاط نقل البري، هنا يدوي، هنا آلي. آلي أي أنك يمكن عند تجديد النشاط يا إما يكون عندك الموافقة وترفقها مع المستندات، أو هما أوتوماتيكي بيرفع الطلب إلى إدارة النقل البري حتى يعطون موافقة عليه. وهنا مثلا يدوي يجب أن يكون عند إدارة المرور وهي موافقة على الرخصة. وكذلك نوع الموافقات، فمثلا هنا تبع النقل البري، وهنا بالنسبة للمرور هي موافقة على الترخيص أي السلام.
فالموضوع كما لاحظتم أنه سهل جدا. يمكن أن يكون هناك سؤال عن الأنشطة، سأترك مع الفيديو رابط لجميع الأنشطة المتواجدة وكذلك الكود الخاص بكل نشاط. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.